انا بالنسبه لي الحقيقه انه مش مساله ان انا احسب ضرب جزاء او ما احسبش ضرب جزاء. انا بالنسبه لي اللي فارق معايا لماذا لا يتم نشر ما حدث داخل الفار، غرفه الفار، يعني في مثل هذه ارفع الحرج عن الحكم، ارفع الحرج عن الحكم، وارفع الحرج عن كل الناس، وقول لنا لماذا لا يتم نشر هذا الامر. على فكره ممكن تعمل كده في الحالات الجدليه اللي بتثير سواء اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، اي فريق في الدنيا، في ال 18 فريق عنده حاله جدليه، ما تطلع تسمعنا ايه اللي حصل. هي ايه المشكله لما يطلع حد يسمعنا ايه؟ ولا انتوا عايزين تسيبونا للناس اللي من المفترض ان هم لعيبه كوره وفاكرين؟ او يعني انا شخصيا كنت اتمنى ان انا ارى تفسير جيد للامر حتى من لعيب كوره. تخيل حضرتك، تخيل يا استاذ كابتن عبد الرحمن، ان بيطلع واحد المفروض ان هو لاعب كوره، مش المفروض، هو نجم كبير في عالم كره القدم، ويطلع ويتكلم ان ايدين ايد حسين الشحات ها في موضوع الاوفسايد واضحه اهي، وبيكلم الناس وبيخاطب الناس. واحد تستخدم. واحد المفروض ان هو نجم كبير ولاعيب كبير وبيتكلم مع الناس وبيقول لهم ده دي اوفسايد. طب انا كراجل قاعد، لو انا ما بفهمش في القانون، لو انا مش انا وغيري من محبي النادي الاهلي لو ما بيفهموش في القانون هيقولوا ايه؟ هيقولوا الكلام ده صح. ولكن للاسف الشديد حضراتكم بتسيبونا في لناس مش فاهمه حاجه وما بتعرفش حاجه. يعني ناس كتيره جدا مش فاهمه حاجه وما بتعرفش حاجه للاسف الشديد. هي الايد دي يا جماعه بتتحسب ولا ما بتتحسبش؟ بالمناسبه الجون بيجي بالدماغ والرجل. الكره لو اتلعبت بالعرض وواحد حطها بايده هتتحسب هاندبول. يا كابتن رضا عبد العال، الكلام اللي انت قلته ده كله غلط. الكلام اللي انت بتقوله ده يضحك، ما يصحش تطلع على الناس وتقول هذا الكلام. يا كابتن رضا عيب، انت راجل نجم كبير واسم كبير، عيب، ما يصحش الكلام اللي انت بتقوله ده. طالع تقول للناس ان الكره اوفسايد بايده؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليكم مثل هذه الكلمات. المفروض الناس تبقى فاهمه كويس جدا وهي طالعه تتكلم على الشاشه ايه الكلام اللي اتقال وايه الكلام اللي ما يتقالش. ده قانون، حضرتك لعبت 100 سنه، هل من القانون ان الايد بتتحسب؟ والله عيب. انا مش هقول اكتر من كده لان احنا في رمضان، وانا قلت كابتن رضا بشكل مباشر لانه الحقيقه